بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هناك أيضا نتواصل مع انطلاقة جديدة الشوط 11 ويحمل هناك أيضا عنوان الزمول المحليات الأصايل بهذه الشعارات، شعارات أصحاب السمو وشيوخ المنطلقة هنا أيضا في عاصمة الميادين والثمانية كيلومترات، دائما مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول اللي حامل رقم واحد شاهين سمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، هناك ايضا في عمليه التضمير والتدريب المركز الثاني اتابع انطلاقه عالي هنا ايضا على ثاني المراكز ايضا سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف ال نهيان والصادق فضل الامين يتواجد في عمليه التضمير والتدريب المركز الثالث، هناك ايضا يتواجد عالي هنا ايضا على المركز الثاني والمركز الثالث ايضا سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف هيان الصادق فضل الامين يتواجد في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره، تابع المركز الرابع التابع التحدي والاثاره هناك ايضا من شاهين في هذه اللحظات، هناك ايضا الوصول من شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري يتواجد في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره، اتابع المركز الخامس اتابع هناك ايضا من مياس لهجن الرياسه علي بن ميل الوهيبي في عمليه التدريب والتضمير، المركز السادس الوصول في هذه اللحظات تقدم حفيت لهجن الرياسه ويتقدم المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار، بينما هناك الوصول على المركز السابع الوصل هناك صوقان سمو الشيخ سيب بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي في عملية التدريب والتضمير، شاهين سمو الشيخ محمد بن مر مكتوم المكتوم سعيد بن سالم بالمر هناك أيضا يتواجد في عملية التدريب والتضمير، المركز التاسع من القادم هناك أيضا والمنطلق وصل هناك ايضا وانطلق هذا الاسم هناك ايضا الوصول اعزائي المشاهدين متابعين الكرام هيام سمو الشيخ ايضا زايد بن هزاع بن زايد هيا ناجم بن علي بن راشد القيلاني يتواجد في عمليه التدريب والتضمير، بينما اللي قادم هناك ايضا سوقان وصل سوقان وتقدم في هذه اللحظات سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري على المركز التاسع، اتابع المركز العاشر في هذه اللحظات هملول لهجن الرياسه علي بن يميل الوهيبي، هكذا النتيجة أعزائي المشاهدين متابعين الكرام من هذه الشعارات، شعارات أصحاب السمو والشيوخ المنطلقة هنا في هذه الأمسية التراثية المنطلقة في عاصمة الميادين، المنطلقة أيضا من مسافة 8 كيلو مترات، هناك أيضا من ضمن اللجنة العليا لسباقات الهجن العربية الأصيلة، أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة مع المركز الأول الصدارة والمقدمة، هناك أيضا المركز الأول شاهين على الصدارة مع المقدمة سمو الشيخ محمد بن مر المكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التدريب والتضمير، المركز الثاني تقدم عالي في هذه اللحظات تقدم عالي وانطلق هنا أيضا ليحقق هنا أيضا الأماني على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول سمو الشيخ محمد بن ذياب السيفان الهيان الصادق فضل الأمين، هنا ايضا في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة دائما لهذا الشعار ودائما لهذه السلالة دائما لهذا العرض الجميل الذي يقدمه هنا هذا الشعار ودائما يقدم لنا الأصالة، المركز الثالث اتابع المركز الثالث وصل شاهين هناك ايضا سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري هناك ايضا يتقدم في عمليه التضمير ابو سالم، بينما المركز الرابع الوصول هناك ايضا من مياس تقدم مياس لهجن الرياسه ويتقدم ظاهر المضمرين علي بن يميل الوهيبي، بينما عالي سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف ال نهيان الصادق فضل الامين على المركز الخامس في هذه اللحظات، بنوك المستقبل تتواجد وتنطلق هناك ايضا مع الزمول، بينما الوصول هنا بينما التحدي من صوغان سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التدريب
الهجوم والتضمير. انطلق حفيد، تواصل حفيد، انطلق هنا ايضا باحثا عن الناموس. لا هناك ايضا يعود ايضا هذا الشعار، شعار هجن الرياسه. مبارك بن احمد بن مايد ال خيلي هنا، بينما الوصول من شاهين سمو الشيخ محمد بن مر مكتوم المكتوم سعيد بن سالم بن مر. هناك ايضا الجنيبي في عمليه التضمير والتدريب، بينما الوصول من صوغان هناك ايضا سمو الشيخ سيف خليفه بن سيف ال نهيان سعيد بن مبارك بن سالم ال هيبي يتواجد في عمليه التدريب والتضمير. هيام وصل هنا، انطلق هيام ايضا سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد ال نهيان ناجم بن علي بن راشد الغيلونو. يا سلام على هذه الاسماء الجميله هنا والشعارات الغاليه دائما على قلوبنا تتواجد وتنطلق باحثه عن الفوز، باحثه عن الانتصار، باحثه عن المركز الاول وكلمه الناموس. بينما هناك الوصول من صوغان سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري في عمليه التضمير والتدريب، ووصل هملول لهجن الرياسه علي بن يميل الوهيبي مع المركز العاشر. هكذا التحديات، هكذا الاثاره، هكذا النداء للمراكز العشر الاوائل المتقدمه هنا. اعود الى الصداره، اعود الى المركز الاول هنا، المركز الاول، التحدي والاثاره من شاهين. ايضا سمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عمليه التدريب والتدريب والتضمير والعنايه المستمره. ولكن وصول، وصول من المركز خلفية. بدأت الزمول تتقدم، بدأت الزمول تنطلق من هذه اللحظات مع جسر العبور. المركز الثاني أتابع هناك الوصول، أتابع التحدي مع المركز الثاني، وصول هناك من شاهين أو عالي هناك أيضا وصل مع المركز الثاني سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتواجد في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة لهذا الشعار. بينما المركز الثالث أتابع انطلاقة مياس لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي يتواجد أيضا في عملية تضميره. بينما المركز الرابع والوصول هناك أيضا أعزائي المشاهدين متابعين الكرام تتواجد هذه الأصالة هناك ايضا مع انطلاقة عالي سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتواجد في عملية التضمير. يلا هي الصادق هناك ايضا مع انطلاقة عالي وعالية هنا ايضا في هذا المساء. بينما الوصول وصل شاهين سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم بن سهيل العامري في عملية التدريب والتضمير. انطلق حفيد، وصل حفيد، تقدم في هذه اللحظات هناك ايضا مع شعاره هجن الرياسة هذه المؤسسة العملاقة. هناك أيضا مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي يتواصل المميز بهذا التميز هنا أيضا في هذه الأمسية هنا المميزة هنا التراثية من عاصمة الميادين مع انطلاق مثل هذه النوعيات الجميلة. بينما الوصول، الوصول هناك أيضا من شاهين سمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم سعيد بن سالم بن مر علي نبي هناك أيضا يتواجد في عملية التدريب والتضمير. هيام هناك انطلق في هذه اللحظات سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد الهيان ناجم بن علي بن راشد القيلاني يتواجد في عملية التدريب والتضمير. انطلق هناك صوغان لكي يسوق كلمات الناموس. هناك ايضا سمو الشيخ سيف خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي في عملية التدريب. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأ الانطلاق من المراكز الخلفية. الأسماء لم يحين موعد دخولها إلى عالم النداء، تلقبونها مع المنحنى الأخير، مع منحنى الحقيقة هنا أيضا. أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، عودة إلى الصدارة والمركز الأول. هناك التحديات والإثارة في هذه اللحظات. شاهين ما زال على الصدارة، شاهين ما زال على مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات. شاهين هناك أيضا سمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني عالي، عالي ينطلق، عالي يتواجد، عالي غير عالي هنا إلى صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، بدأ الرقص يا اخواني، بدأت التحديات والإثارة. انطلق هناك ايضا مياس، مياس وشاهين وعالي هناك ايضا يتواجد في موقع واحد في مسار واحد هنا ايضا مع هذا التحدي. الله الله الله، يا سلام يا سلام، ولكن عالي على الصدارة مع المركز الاول هنا. ايضا سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين يتواجد على صدارة هذا الشوط. مياس مع المركز الثاني لهجن الرياسة علي بن
ميل الوهيبي يتواجد مع المركز الثاني، اتابع المركز الثالث شاهين سمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، ولكن المركز الرابع وصل حفيد تقدم في هذه اللحظات لهجن الرياسه. مبارك بن احمد بن مايد الاخيري عوده الى الصداره مع المركز الاول، انطلاقه هناك عالي على صداره هذا الشوط، يفتتح هذا الكيلو الاخير هنا، يفتتح هذا المنعطف الاخير هنا اعزائي المشاهدين، باحث عن الناموس، باحث عن المقدمه، باحث مع المركز الاول، عالي على الصداره والمقدمه، عالي مع المركز الاول هنا ايضا في هذه اللحظات، ايضا لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف ال نهيان الصادق فضل الامين. المركز الثاني الوصول من مياس لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي، المركز الثالث شاهين سمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السموسي هنا أيضا، ولكن المركز الرابع الوصول من حفيد لهجن الرياسة، هناك مبارك بن أحمد بن مايد الخيري، ولكن وصل سراب تقدم سراب سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي السهيل بن سالم بن السهيل العامري هنا، هكذا النتيجة عودة إلى الصدارة، انطلق عالي هناك أيضا مياس وصل، مياس انطلق في هذه اللحظات، أيضا حفيد 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 أيضا ينطلق في هذه اللحظات، يا سلام هناك أيضا أعزائي المشاهدين مروح بدأ يروح في هذه اللحظات، ولكن سراب 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 ومروح سراب ومروح في موقع واحد مسار واحد تحدي إثارة جميلة، ولكن مياس 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 مروح، ولكن خلاص روح بالناموس روح مع هذا الانطلاق، الله يا سلام تهانينا تهانينا، هناك أيضا لشعار هجن الرياسة وللمميز تهانينا مع انطلاقة مروح، هناك أيضا لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية، تهانينا تهانينا لشعار هجن الرياسة، وتهانينا هناك أيضا أعزائي المشاهدين لا أيضا السيد مبارك بن أحمد مايد الخيلي، المركز الثاني كان من نصيب، هناك مياس لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي، المركز الثالث كان قدم العرض الجميل عالي، أيضا سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان هيان والصادق فضل الأمين، بينما المركز الرابع الوصول هناك أيضا من شاهين سمو الشيخ محمد بن مر بن مكتوم المكتوب، والمركز الخامس التوقيت الزمني اعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، هناك ايضا مروح لهجن الرياسه، وايضا مبارك بن احمد مايد الخيلي يتواجد ايضا مع الامتار الاخيره الامتار المجنونه، هناك ايضا 13 دقيقه 16 ثانيه اربع اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس. المركز الثاني كان من نصيب ايضا مياس لهجن الرياسه علي بن ميل الوهيبي في عمليه التدريب والتضمير والعنايه المستمره، 13 دقيقه 18 ثانيه ثلاث اجزاء من الثانيه، بينما الوصول هناك ايضا من عالي في هذه اللحظات سمو الشيخ محمد بن ذياب السيف ان هيان والصادق فضل الامير، 13 دقيقه وايضا 19 ثانيه تسع اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس للجميع.